الأجواء كما ترينها خلفي حالة من التأهب واليقظة الأمنية عالية جدا هنا بمدينة نوتنغهام وبالضبط بمنطقة برادفورد. شرطة مكافحة الجريمة وشرطة كذلك مكافحة الإرهاب وكذلك شرطة البحث العلمي أو التحقيق الجنائي تستمر. سأحاول إذا ما استطاع زميلي المصور أن ينقل لكم الصورة بشكل أكبر أن تطلعوا على ما يقومون به هنا في شارع ألكستن بمنطقة برادفورد هنا بمدينة نوتنغهام التي وقعت بها الواقعة. في المنطقة بالضبط حيث تشاهدون الشرطة العلمية تقوم بالبحث في الشارع، هناك يقول أحد شهود عيان أنها تمت عملية الطعن لشخصين هذا الصباح فجر اليوم ما بين الساعة 4 والـ5 بحسب أحد شهود عيان للغد. بعد ذلك على بعد 2 كيلومتر من هنا تمت عملية الدهس في المنطقة الأخرى التي توفيها شخص واحد، وهناك غير بعيد عن ذلك تم إلقاء القبض على سيارة بيضاء كبيرة الحجم لنقل البضائع تسمى هنا فان، وتم إلقاء القبض على مشتبه به. الشرطة المحلية هنا قالت أنها لا تبحث عن شخص آخر إلى حدود الساعة في ظل الإمكانيات أو المعلومات التي تملكها، وبمعنى بهذا التحليل يمكن القول أن هذه الحوادث الثلاث قد تكون بفعل شخص واحد. لابد أن أشير أن هذه المنطقة برادفورد يعني كانت فيها نسبة الجريمة مرتفعة إلى حد ما في وقت ما، لكنها حاليا هي معروفة بنسبة عالية من الطلاب الأجانب، وهذا الحي غالبية سكانه هما من طلبة جامعتين هنا في نوتنغهام، وحاليا هناك عطلة للجامعات وبالتالي الحركة يعني بشكل عام هي قليلة مقارنة مع أيام دوام الجامعة. المنزل الذي نقلناه في نشرة الأخبار الماضية غير بعيد عن هنا 209 قيل أنه دهمته الشرطة قبل ساعتين ومطوق من طرف الشرطة. بحسب الجيران أكدوا لنا أن هذا البيت لم يكن يقطن به أي كان لمدة 3 شهور الأخيرة. معلومات أخرى تقول أن الشرطة أخذت منه سيدتين، لكن لم نجد تأكيد لهذا الموضوع. إلى حدود اللحظة كما قالت الشرطة المحلية قالت أن الشرطة لا تبحث عن شخص آخر. هذه العملية يمكن أن تكون حقيقية ويمكن أن تكون تمويهية للوصول لأطراف أخرى لا ندري، لكن إذا ما يعني صدقنا الرواية الحالية للشرطة فإن الجاني أو المشتبه به تنقل من هذا المكان إلى المكان الآخر أو انتقل من المكان الآخر إلى هذا المكان. إذن يبدو أن هناك تفاصيل كثيرة ستكشف خلال الساعات والأيام القادمة. محمد الفنيش مراسل الغد، شكرا جزيلا لك.